بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. مرحبا فضيلة الشيخ، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة في هذا ديننا. أهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك. مولانا الجليل، في الدورة الإعلامية المنصرمة كنا وعدنا المشاهدين بأننا سوف نبدأ في الأحوال الشخصية اعتقادا منا بأن ديننا الحنيف ركز معظم اتجاهاته على بناء الأسرة المسلمة وكيف تفرغ أفرادا دعاء إلى الله تبارك وتعالى، كل في عمله وكل على حدة، أليس كذلك؟ اتفقنا على هذا. نعم. يعني ما بالك إذا أذنت لي يطيب لي أن نبدأ بمعظم الناس يبدأ بالرجال ومعظمهم يبدأ بالنساء، يطيب لي أن نبدأ بالأطفال باعتبارهم نواة الأسرة. وأنا يعني أضم صوتي إلى صوتك ونتوكل على الله. طب باعتقادك فضيلة الشيخ، ما يمكن أن يطرح من محاور في هذه الحلقة إذا أردنا أن نعرض وجهة النظر الدينية الشاملة أو وجهة النظر الشمولية في تربية الأطفال والنشاء داخل الأسرة؟ ما الذي يمكن أن نتناوله باعتقادك كداعية إسلام؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقوق الطفل في الإسلام، ثم كيف ينشأ تنشئة لا يكون صالحا في ذاته وإنما صالح ومصلح، ثم أن ينشأ الطفل سويا متوازنا حتى يستطيع أن ينتج، فإن فاقد الشيء لا يعطيه أبدا. نعم. وهذه مسؤولية الكبار تجاه الصغار، لأن صغار اليوم هم كبار الغد. بارك الله فيك. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، وبداية كيف نشكر الله تبارك وتعالى على نعمة البنين والبنات، وأما الفرق بين الولد والبنت ولماذا اهتم القرآن الكريم بقوله البنين في الآية التي قلناها المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولماذا يحدث العقوق من الأولاد حيال الآباء، وما هي الأخطاء التي يقع فيها الآباء والأمهات في تربية الناشئة، ووجهة النظر الدينية حيال إصلاح أطفال الأسرة باعتبارهم نواة الغد، وكما يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ترى كيف يعود أبوه ابنه. هذا ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفصل في هذا ديننا، ابقوا معنا. حين أدوها حقوقا واستجابوا للنداء، حفظوا عهدا وصانوا صدقا حق الوفاء. حين أدوها حقوقا واستجابوا للنداء، حفظوا عهدا وصانوا صدقا حق الوفاء. حين مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. معنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. أهلا بفضلتكم مرة أخرى. وبدأ بدء عند الآية التي تصدرت صدر هذه الحلقة: المال والبنون. بداية، هل لتقديم المال فائدة ما على البنون أم هو مجرد ترتيب عادي؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على مربي الأمة ومربي العالم. فالله عز وجل يعني أرسل رسوله ليربي العالمين على النهج القويم. الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قدم يعني المال على البنين، لأن الدنيا يعني يستطيع الإنسان أن يسيرها دون وجود أبناء، فربما يحرم بعض الناس من الأبناء والبنات. صحيح. يعني سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيمة، أو يزوجهم ذكرانا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. إذن القضية أن البنين يعني وهم وجودهم في الحياة مهم، سواء البنين أو إذا قلنا بنين يعني بنين وبنات يعني البنات البنات تغضب، لا الأولاد الأولاد عمل سنأتي إليها الأولاد على كل. لا. فقدم الله عز وجل المال لأن الحياة لا تصلح دون مال، لا تصلح دون مال. سبحان الله. نعم. ولكن بعض الناس الذين لم يتربى احدهم على منهج قويم في الكتاب والسنه، فيصدق فيهم قول علي: رايت الناس قد نالوا الى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد نالوا.
رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا إلى آخر ما قال. فالمال قدمه الله سبحانه وتعالى، الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. هذه مصيبة، هذه مصيبة. ويعني ضميمة إلى حسن التربية. كان الشيخ حسن الطويل رحمة الله عليه كان رجلا من عالما في مدرسة دار العلوم حيث تخرجت أنت، معروف كان سمى مدرسة دار العلوم. فكان أيام الخديوي، جاء الخديوي توفيق لزيارة مدرسة دار العلوم لأن كلية دار العلوم التي يعني تشرف أنت بالانتساب إليها بالتأكيد طبعا. وأنا أحب كل خريج دار العلوم لأن لسانه يسقل بتدريس علماء دار العلوم حقيقة. ما شاء الله، معنهم يقولون غض الطرف إنك درعمي فلا طبا بلغت ولا حقوق. لا معلش، هذا تعيير غريب الشكل، هذا من باب يعني أنهم يعني يناوشونكم لأنهم يعلمون كم لكم من اللغة فتخرجون المكنونات الداخلية. والله لا نعلم مقدرنا إلا عندك وعند ذلك من العلماء الأفذاذ. الله يبارك فيك. فقالوا أن الشيخ حسن الطويل رحمه الله خدوه في زيارة للمدرسة الغدا إن شاء الله، ولا بد من ان تلبس زيا يعني يليق باستقبال الخديوي. وكان الرجل له جبه يلبسها قديمه يقول فيها صفتي، فيها صفتان من صفات الله، القدم والوحدانيه. فجاء في اليوم التالي ومعه صره ونفس الجبه القديمه التي يلبسها من اعوام التي اكل الزمان عليها وشرب. فقال يا شيخ، قال عندما ياتي الخديوي سوف البسها. دخل العلماء يصافحون الخديوي في مكتب مدير او عميد المعهد او المدرسه، فوقف الشيخ حسن الطويل ثم وضع السره امام الخديوي. قالوا لي لالبس جبه جديده، هذه الجبه الجديده وداخلها قفطان جديد، وانا حسن الطويل، ان اردت حسن الطويل فها انا ذا امامه، وان اردت الجديد فهذه هي. فما احترم من العلماء الا الشيخ حسن الطويل. يا الله. فقضية المال عندما ينظر إليه من 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 ذي يعني من على أنه غاية، على أنه غاية تصير كارثة. والإمام أحمد دائما كان يقول عندما كان يقسم أموال الزكاة كانت أمامه بالآلاف والملايين. فيأتي رجل من أهل الدنيا يقول عجبا يا إمام، المال أمامك بهذا الكم ونحن نتعب في الدنيا. يقول نحن قوم أخرجناه من قلوبنا فجعل الله في أيدينا، وأنتم وضعتموه في قلوبكم فسلبه الله من أيديكم. يا سلام، سبحان الله. انظر الى هذه النظره. الله، هذا هو الفرق بين ان يصير المال غايه وان يكون وسيله. نعمل المال الصالح للعبد الصالح، نعمل المال الحلال للعبد، وهكذا. فالمال والبنون، ما قال الله عز وجل اساس الحياه الدنيا، عماد الحياه الدنيا؟ لا، زينه مجرد زينه. يعني استطيع ان استغنى عن الزينه حتى، يعني هي تبهج. يعني من يحرم نعمه البنين، نعم، أو الأولاد وأبوه، نعم. ماذا تقول له في صدر هذه الحلقة؟ أولا، إذا كتب الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان ألا يرزق ببنين أو بنات، ليحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سوف يعوض عن هذه المرارة، لأنه أتمنى أن يكون له ذكر حسن بعد أن يموت. فهذا يعوض تعويض لا يعلمه إلا الله. لأن مثلا إنسان في المثال أن حرم نعمة البصر، يقول الله عز وجل من أخذت حبيبتيه، نظر يعني، لا. لا أجد له ثوابا يوم القيامة إلا أن أترك له وجهي، أبيح له وجهي ينظر إليه بكرة وعشية. يا سلام، نظر هذه الدرجات. لا، سبحان الله. فالله عز وجل يكرم العبد. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن الضميمة الأخرى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير، خير من المال وخير من ما الفائدة إذا المال أنفقت أنا في والعياذ بالله في حرام؟ إنما الدنيا لأربعة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، إنما الدنيا لأربعة. رجل أتاه الله مالا وعلما، فعلم العلم ابتغاء مرضات الله، وسلط ماله على هلكته في الحق، يعني أنفق المال في حلال، فهذا في الدرجة الأولى. ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا، فعلم العلم ابتغاء مرضات الله، وقال لو أن لي مالا كفلان لصنعت صنيعة، فهما في الأجر سواء. يا سلام، الاعمال بالايه؟ بالنيات. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما، فسلط ماله على هلكته في الباطل، فهذا باخبث المنازل والعياذ بالله. ورجل، وهذه المصيبه الكبيره، لم يؤته الله لا مالا ولا علما، فقال لو ان لي مالا كفلان، هذا المنحرف سبحان الله، لصنعت صنيعه، فهما في الوزر سواء.
يا اخي انت لما يعني لا دنيا ولا اخره هذه مصيبه. سبحان الله. فاذا الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. الباقيات ممن؟ من المال والبنون ام من الزوجات؟ لانه هذا الجزء من الايه يحتج به عند الذي يريد ان يتزوج الثانيه. نعم. فيضرب هذه الايه مثالا على هذا، يقول الباقيات الصالحات. هو يعني يخرج براحته يعني. نريد ان نضع الامور في نصابها الصحيح. الباقيات الباقيات هو ما استبقى الانسان بعد موته من الخير. يا سلام، سبحان الله. لان احنا عندنا ايه؟ سبحان الله. العمر الثاني، احنا عندنا عمر ثاني اللي هو الانسان يموت وما زال يعيش في الدنيا بصدقه جاريه وبعلم ينتفع به، ولد صالح، من غرس نخلا، من حفر بئرا، من حفر نهرا، من علم علما، من بنى مسجدا. كل هذا الانسان الذي ايه استنى في الاسلام سنه حسنه، هذه الباقيات. هذه الباقيات الصالحه يعني بعد ان يموت عدد الحسنات يعمل. سبحان يعني الله. مثلا يعني هل سمعت عن كما قلنا في حلقه سابقه ان ابو حنيفه الاسبق؟ لا 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 ابن تيميه الاسبق؟ لا لا لا. يقول ابو حنيفه، ما زال يقول، ما زال يقول ابن تيميه، يقول العز بن عبد السلام، وهذه عظم. الناس موتى واهل العلم احياء. صحيح. هكذا. ما الفرق بين الولد والبنت؟ الفرق في التركيب الفسيولوجي التشريحي فقط. فقط. واذا والملكات. طب اذا اطلق القران الكريم البنون يقصد الاولاد الذكور؟ الطرفين. طب لماذا لم يقل؟ لا زي ما اقول في اللغه العربيه اموالنا واولادنا. نعم. في ايات اخرى قال البنون في هذه الايه. نعم. 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 لان الابن او الشيء الذي يخص انه جزء من الانسان، جزء من الانسان، فيصير الابن هذا يعني تكمله لي لحياتي. فان كنت زارعا خيرا فتكمله حياتي خير، ده العمر الثاني. نعم. والعكس والعياذ بالله رب العالمين. لكن زي بالضبط لما اقول ايه، اقول عن ابي بكر وعمر يقول العمران. يعني عندما يطلق عن الشيخين الكبيرين يقول العمران، لا نستطيع ان نقول الابي بكران. ما ترجع لغه لا انتم لا تجيزوها. لا يجوز يعني. انا كان نجيزوها فالله يرضى عليك. فيقول مثلا العمران الجديدان، يعني في الليل والنهار، الليل والنهار، وهكذا الثقلان، الانس والجن، وهكذا وهكذا. الله سبحانه وتعالى الفرق بين الولد والبنت هو التركيب الفسيولوجي التشريحي، والملكات التي وضعها الله في الولد وضعها في البنت. ولكن ما زال البيئه العربيه، ما زالت البيئه العربيه يعني فيها شيء يعني كما كان في كما كان في نفس سيبويه بن حتى، كان ايضا ما زال في قال اموت وفي نفس الشيء حتى نفس القضيه. فنفس قضيه بعض الاباء تذهب الاسره او العائله لتهنئ مثلا بالبنت الثالثه او الرابعه، وكانها في عزاء، اصبروا واحتسبوا ان شاء الله ربنا يرزقكم بالولد ان شاء الله، وكان هذه مصيبه وكارثه يعني ادسوا على ظهرهم. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وقبيح. ما تزال هذه النعره سبحان الله في 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 الجينات العربية والكروموزومات العربية، التي نتمنى بحقيقة فهم هذا ديننا أن توضع الأمور في نصابها، بل على العكس. يعني يعجبني المصريون عندما يقولون من لم ينجب بنتا فما أنجب. في عند ياسر عند أنت متعصب للبنات يا مولانا. لا لا، والبنات يعني أين رفعة الذكر والحفاظ على الاسم والنسل والعائلة والحفاظ على الأموال والتجارة يعني. والله انا ان اصل يعني انجبت بنتا واحسنت تربيتها وكانت هي سبب لدخول الجنه، انا يجب اقبل يدها واقبل راسها. اذا كانت البنت من فرح انثى كان كمن بكى من خشيه الله، فارى في ابنتي هذه المحبه، هكذا روي في الاثر. نعم. وسبحان الله العظيم، من كن له ثلاث بنيات فاحسن تربيتهن كن حرزا له من النار او سبب في الجنه. قال واثنتين، قال واثنتين، قال واحده واحده. لا. ولما تكون البنت يعني كفاطمه وكاسماء وكنسيبه، وسبحان الله يعني هذا نسيبه بنت كعب، نسيبه بنت كعب رضي الله عنها. اظن كما قال المتنبي، فان تكن النساء كما فقدنا لفضلت النساء على الرجال، فما التانيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. صحيح. يعني هذا الرجل الاعجوب الذي هو المتنبي الذي سهر ليله كامله على بيت من الشعر يذكر فيه قضيه سلمى، وده في تعقيد لفظي كما تقولون. سلمى سلمت من الافات ما سلمت سلام سلمى
اذا ما اورق السلمه يعني عشان ست سلمى عملي لخبطه انا في مخي عشان احفظها فيها مشكله ولا ادري المترجم كيف يترجمها يعني. كان الله في عونه يستاهل. فضيله الشيخ قلنا في بدايه هذه الحلقه ان الانسان امام امرين، الاول اما الا ينجب وهذا قدر الله وقضاء الله تعالى ويعوض المشاتل التي وقعت في الدنيا، واما ان ينجب ويكون هذا ابتلاء. هذا ابتلاء ابتلاء احنا اتفقنا من قبل ان الابتلاء هو الاختبار. صحيح. ليس شرا. صحيح. فوجود الولد والبنت مسؤوليه وامانه، فان اسات التربيه او ان اسات اخراج يعني لو اخرجت للمجتمع قدوه سيئه في الولد او انا كنت قدوه سيئه لابني وابنتي، بذلك ماذا اخرج في المجتمع؟ عنصر سيء. اذا اجني بعد موتي جزاء ثمره ما زرعت، فزرعت ولدا سيئا فعندما يرتكب اي حماقات تنزل الى في قبر سيئات. هذه مصيبه. طب بدايه كيف نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه الانجاب؟ اولا الله سبحانه وتعالى عندما يرزق، انظر الى التهنئه في الاسلام، انظر العرب ماذا يقولون، مبارك الف بركه جعله ادم السعد، او اللي اعطاك يخليلك اللي جاب لك يخليلك اللي جاب لك يخليلك. طيب يخليلك. لكن انظر الى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ اشده. انظر هذا الدعاء الجميل مرة ثانية. يعني أنا عندما أهنئك على ولد أو بنت، بورك لك في الموهوب، في موهبت من ولد. نعم. أو بنت. نعم. بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب الله سبحانه وتعالى ورزقت بره خير هذا الولد وبلغ أشده. يا يعني سلام. واستوى على سوق يا سلام. وبعدين سبحان الله العظيم، يعني الـ 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 الابن في الولد والبنت في الإسلام هو النظام الوحيد في العالم الذي يعطي المولود هذا حق قبل أن يوجد. كيف؟ ليس هناك في التشريعات أن هناك حقوق لشيء غير موجود. صحيح. إلا في الإسلام. حق ابني علي وحق ابنتي علي أن أختار لهما أما صالحة قبل أن يأتي. والزوجة أو البنت أو العروس يجب أن تختار الرجل الصالح. ولذلك لما قال رجل يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن لعلي بن أبي طالب ممن أزوج ابنتي؟ قال زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فلن يظلمها. هذا هو. وإن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا من تزوج امرأة لمالها أفقره الله، لجمالها أذله الله، لدينها أعزه الله. هذه يعني اذا هذا حق الطفل قبل ان ياتي. وتنكح المراه لاربع. يعني ورزق من 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 ذكاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو كله يعني اذكى انسان في العالم، هذا العظيم الذي ما قدرناه حق قدره، ان يبدا بما ترتئيه النفس وتشتهيه. تنكح المراه لاربع، بما بدا؟ لماله؟ لماله؟ المال ولكم مال. سبحان الله. غنيه حتى المثل لا باس يعني. اقول مالها، لكن النفس الانسانيه تنزع الى هذا غني. وبعدين لجمالها. جمالها. وبعدين لحسبها ونسبها. وخلاص. وفي الاخر قال ايه؟ لدينها. ولكن توقف عند الدين وقال ايه؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. اخر الاهم. بدا بما ترتئي يعني النفس حتى ينصت، حتى ينصت المستمع الى الطلبات لانها توافق هواه. الله. مالها جميل. يا الله. جمالها جميل. يا الله. حسبها جميل. بس خلي بالك لدينها وعند الدين اربط. سبحان الله. هذا فقه رسول الله. اسلوب جذاب في العرض. هذا 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 رسول الله. سبحان الله. مما علمه ربه. ونعم بالله. هذا طبعا طبعا. فانظر الى هذا الولد وهذه البنت لها حق قبل ان تأتي. يعني هذا حقوق الطفل في الاسلام قبل ان يولد. قبل ان يولد. حق اختيار الزوجه، وبالنسبه للزوجه حق اختيار الزوجه ايضا. تمام. طيب. جاء الولد. ايوه. طيب. العلماء يثبتوا ان المرأة الحامل بعد الشهر الرابع يجب ان يكون هناك ضوضاء ولا صراع نفسي ما بينها وبين زوجها، ظنا منها ان هذا الجنين الذي في بطنها لم يخلق بعد. لا، ذاكرته تبدأ في استيعاب الاخبار، ويأتي الولد عنده خلل نفسي نتيجة الصراعات بين الاب والام. سبحان الله. طعم. حتى ثبت ان العلاقة بين الزوج والزوجة اذا كان الزوج سكير خمر يأتي الولد عنده خبل عقلي، فأين حق الولد هنا؟ لا سوف يتعلق في رقبة أبيه يوم القيامة. يعني لا يعتدل الرجل بمجرد أن ينجب، ولكن يعتدل قبل أن يتزوج. لابد
لابد. وبعدين ليست القضية هنا، احنا سوف ناتي الأحوال الشخصية وكيف تكون أفراح المسلمين. الناس يبدأوا أول يوم بالغم بالرقص والغناء وما يغضب الله عز وجل. ما يقول الرسول، يقول أعلنوا النكاح ولو بالدف. ماله؟ طب بس يقولوا كلام طيب، لكن لا تجيبوا راقصا لو ذعية التي تتلوى يمينا وشمالا. يعني ما 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 هذا عصير الله سبحانه وتعالى. هذا يعني يبدأ أول بركة تنزع من الزيجة هذه. يعني كيف يعني أول ما يبدأ ليس هذا ثواب؟ يعني لما رأى الحسن البصري شبابا يغنون في نهر الفرات في قارب. نعم. فقال المريدون بقسوة يعني ما هكذا الثواب إذا كان رمضان قد قبل، فما هكذا فعل الشاكرين وإن كان لم يقبل منهم، فما هذا بفعل الغافلين؟ يعني سواء كان صحيح. فنظروا إلى الحسن ينتظرون منه أمر، وهو الشيخ الكبير وتلميذ علي بن أبي طالب. قال يا ربي اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم بالنظر إلى وجهك يوم القيامة. يا هم فرحانين كده مبسوطين مقبلين على الحياة. شوف انظر إلى رحمة العلماء، رحمة أهل العلم. لكن في ناس عندها يا أخي لو كان تاجر مقطب جبينه، أنا الله الغني في تجارتي عن تجارتي، ولو كان طبيب مقطب جبينه على الله الغني عن أن أذهب إليه. سبحان الله. تخيل أنت لما يكون عالم دين ومقطب جبين ويشخط في الناس فيه سبحان الله يقتل كما أتم به المئة يعني. لا طب لا طيب. يبقى حق اختيار الزوجة وحق اختيار الزوج تمام. الهدوء التعامل أثناء الحمل. ثم إذا ولد الطفل أول حق بعد الولادة، أول حق أن أؤذن في أذنه اليمنى وأقيم الصلاة في الأذن اليسرى. هذا دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الطفل لا، نحن نقول لا يعي، المرأة على الفطرة، نحن نقول لا يعي طفل لا يعي. يعني أنت ليه بتؤذن؟ ليه تعمل كده؟ أول ما يسمع كلام الله. يا سلام. أول ما تلقى سبطه الحسن أذن في اليمنى وأقام في اليسرى. أول ما تلقى سبطه الحسين، لأن ابن الإب حفيد وابن البنت سبط، ف أول ما تلقى وجيء بزينب أذن في أذنها اليمنى وهكذا. فهذا أول ما يسمعه الطفل أن يسمع الأذان، فيقر في قلبه. حتى أنه كان يرفع الحسن أو الحسين وله من العمر أسبوع أو أسبوعين ويرفع أمام وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم ويقول الله الله، يذكره بالله يا الله سبحان الله. يعني لا هذه الأصوات التي نصنعها الآن، لا احنا وترمض الشفاء والصفير والبكاء والتصدية. أمة مستبدلة، أمة استبدلت نفسها بأمة أخرى. لو نظر إلينا الصحابة لأنكرونا. طيب معه. يبقى اختيار الزوجة أو الزوج، عدم إقامة الأمور العصبية والضوضاء حتى لا تتعب الزوجة. تمام. هذا يعني يقوي الزوجات على الرجال على أي حال. احنا لا نريد أن يؤذن، لا دي دعاء أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى. عظيم. ثم في اليوم السابع نحلق شعر الولد، ويقال في بعض الفقهاء أيضا البنت يحلق الشعر بالموس. رأسه بسيطة لا تتحمل. كان المحترفين من الحلاقين ما شاء الله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن نثبت كلام رسول الله بالعلم، لكن لا. يعني ثبت أن أطباء الأمراض الجلدية يقولون الطفل الذي يحلق شعره في الشهر الأول من ولادته لا يصاب بقشر يأتي إلى شعره حتى لو عاش 100 سنة. هذا كلام علم. أنا كده أن أمي لم تحلق لنا رأسه يطير في شعرنا ويتسقط. فهذا أمر. ثم التحنيك، بمعنى أن آتي بتمرة كأب أو أم أو تمرة. أي تمرة ونأخذ جزءا منها ونمضغها كذا على أطراف أسناننا وندفلها، ثم نأخذها على طرف السبابة أصبعك. ثم نحنك بها الولد، ندعك مكان إنبات الأسنان، وثبت عند علماء طب الأسنان أن هذا يسرع في إنبات الأسنان عند الأطفال. سبحان هكذا الله. صنع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي حنك الحسن البصري من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. جاءت أمه وجاءت لأمير المؤمنين، قالت أمير ورزقت بهذا سميته الحسن، وكانت أمه جاري عند أم سلمة، وأخذ عمر تمرة وحنكه وقال اللهم علمه الكتاب وأنطقه بالحكمة، فاستجيب دعاء عمر، فما كان الحسن ينطق إلا بالحكمة. يا سلام. حتى يقال في سيرته رضي الله عنه، هذا الإنسان له شيء خاص عندي شخصيا من السلف الصالح الحسن البصري، أن كان أمه تذهب إلى السوق لتشتري لأم سلمة أغراض، وكانت أم سلمة عبرت من السن فوق 70، عتية. فكان يبكي، لم يكن في زمان السكاتة هذه أو زي ما يقولون التتينة أو شيء من ذلك سبحان الله. فكانت أم سلمة تضع الحسن على صدرها
فيجري الله اللبن في ثدي أم سلمة فسمي رضيع أم سلمة. سبحان الله، رضيع أم سلمة. ولذلك ما نطق الحسن إلا بالحكمة، ما نطق الحسن إلا بالحكمة يا الله طوال حياته. يعني ونحن نحنك أطفالنا ندعو له، ندعو وبعدين إما أب صالح أو أم أو الخالة الصالح أو الجد الصالح أو أول شيخ، يعني سبحان الله قيمة دينية موجودة يعني كقيمة. فنحنكه ثم نحلق شعره ونتصدق بثمن وزنه فضة. نازن الشعر يعني يطلع كم جرام؟ 30 جرام، 40. هذا من باب شكر الله عز وجل يا الله. ثم من الحقوق أن نأتي في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين نعمل عقيقة، بمعنى عق فلان الأذى عن فلان أي أماطه، فكأن الولد مرتهم بعقيقته كما قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ولو أن شابا كبيرا تزوج أو رجل وما عق عنه أبوه وأمه، يجوز في الإسلام أن يعق وقد عبر 30 و40. عق الخليل إبراهيم وهو ابن 80 سنة عن نفسه. هذه سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في الصالحين من قبل. يعق بماذا؟ يعق بماذا؟ الولد له الشتان، ذبح شتين، نذبح شتين، والبنت شاه واحدة. وهذه العقيقة لا تقسم كالأضحية، وإنما نجمع عليها الأهل والأحباب كوليمة العرس. بعد عندنا وليمة العرس وعقيقة المولود وقيرة الضيف ووكيرة المبنى الجديد. ثاني الأخيرة لم أسمع بها. الوكيرة. وكيرة. وكيرة يعني ما أخذ بيت جديد أذبح وفي البيت، يعني من باب اليوم الطالع وأدعو الإخوة والأحباب. يعني الإسلام يقول لك ما في مناسبة تأخذ بيت جديد متى إن شاء الله؟ إن شاء الله ربنا يسهل. الوكيرة. الوكيرة. نعم. لحم أيضا. لحم. لحم شيء في اللحم. بالضبط كده. بالضبط كده. طب العقيقة ليست لها أنصباء توزع عليها. يدعو الأهل والأحباب. وطبعا يسن في العقيقة أن لا تكسر عظامها وتكون كما هي، ولا توزع لحما نيئا وانما تؤكل. فيعني نطبخ كهكذا الخروف مثلا او الشاه على بعضها كده من باب الفرح ومن باب ادخال السرور على الاسلام. فيه عظمه التواصل. تنظر في مناسب خيرا والعقيقه فلان، اللهم بارك فيه، اللهم ارزقه، اللهم اجعله من حفظه القران الصالحون. شيء طيب، شيء طيب سبحان الله. مش يجيب يعمل اللي اسمه السبوع ويحط الولد في الغرب يجيب اضطراب عصبي واسمع كلام امك وما اسمعش كلام ابوك. خدمة سبحان الله. عايزين ما نسمع بسم الله والثانيه بسم الله والثالثه بركه محمد بن عبد الله. اي كلام طبعا. كلام ما انزل الله به من سبحانه. كلام يعني اذا لا سبوع في الاسلام. مش حاجة اسمها سبوع وحمص وسوداني. لا لا شوف، الله عز وجل عندما اوقف اشياء في الجاهليه وضع البديل والحل الاسلامي لها. فهكذا. فهذه العقيقه. هذا حق من حقوق الولد. طيب. ثم هذا قلنا معذرة العقيقة في أي مرحلة عمرية للولد. إذا لم تتم في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد الحادي والعشرين. طب تتغير يعني إذا لا 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 يعني لا إذا لا كبر لا 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 10 سنوات. لا لا هو ورد الخروفين أو الشاتين أو البنت ثلاثة أو أربعة. لا 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 خلاص ما تثبت يعني. أو على قدر يسر الأب. لا 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 إن شاء الله هكذا. سبحان الله. شيء رمزي من باب الإدخال. ومن يعظم شعائر الله. يا سلام. فإنها من تقوى القلوب. لا ينال الله لحومها ولا دمها ولكن يناله التقوى. التقوى. بارك الله. ثم إحسان تسمية الاسم. في اليوم السابع يسن أن لم يكن هناك يعني سمي في الأيام الماضية. ولتفاهة كثير من الناس. قد يحدث خلاف كبير بين الأسرتين على الاسم طبعا. ويريد أن يسميه على اسم أبيه طبعا على اسم أمه والتاني على اسم أمه. وبعدين أحسنوا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنوا تسمية أبنائكم فإن العبد لا ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. قر في عيون الناس أن ينادى باسمه واسم أمه، يقول ادعو لفلان ابن فلان. لا هذا ليس في دين الله. باسمه واسم أبيه طبعا. ما في اسم أمه دي. من أين جاءت؟ مش عارف، عند أمه. فالإحسان تسمية الاسم. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. حزن يا سلم يا رب. أو حزن يعني صعوبة. قال سميناك سهلا. قال لا أغير اسما سمنيه أبي. قال سميناك سهلا. قال لا. قال حزن إن شاء الله. فقال سعيد بن المسيب احد التابعين حفيده مشهور، فما زالت فينا حسونه الى هذا اليوم. لا اله يعني لو قبل جده له من اسمه نصيب. للاسف الشديد. وخنيبش هذا الذي قال لسيدنا عمر بن الخطاب اسمه خنيبش. نعم نعم ابوه سماه خنيبش سبحان الله. او ابي سماني جعرانا.
جعران. جعران هذا الذي يشكو لأمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين عققت ولدك قبل أن يعقك، فالعقوق كان من الأب بإساءة التسمية. نعم. تخيل مثلا أن تجد طفل صغير ما اسم المولود؟ غضبان. لا حول ولا قوة إلا بالله. طفل صغير والغضبان، والله ورأيت كم من غضبان ما شاء الله، خلق ودين وابتسامة ومن يا أخي غير الاسم. يعني بارك الله فيك. نتوقف قليلا. توقف يا سيدي. مشاهدينا الكرام، مع حقوق الأطفال على الآباء والأمهات، ولكن بعد هذا الفاصل في حلقتنا هذا ديننا، ابقوا معنا. تجلى بالجمال حين أدوها حقوقا واستجابوا للنداء، حفظوا عهدا وصانوا صدقا حق الوفاء. حين أدوها حقوقا واستجابوا للنداء، حفظوا عهدا وصانوا صدقا حق الوفاء. حين غضوا الطرف وازدادوا رقيا بالإخاء، أصبحوا في الناس إسلاما تحركه السماء. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. معنا نرحب بداعي الإسلام الكبير دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك. مرحبا أحمد. يعني نتصور أن أحدا يقال له أن يا أبا جعران، أو يا أبا غضبان، أو يا أبا يا أبا عاصي. حتى نعم، يقال ان ابن يقال، لا يعني هذه حقائق، يعني عندما يقال يعني هذه تحتمل، لكن حقائق يعني. لما انجب علي الحسن قال ما اسميتم ابني؟ هكذا يسال النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام قال سميته صخرا. قال لا، هذا ابني الحسن. فلما انجب علي الحسين قال سميته حربا. قال لا، هذا ابن الحسين. فالرسول هو الذي سمى الحسن والحسين. وعلي كان يريد هذه الأسماء العربية التي تدل على القوة. القوة. نعم نعم. طب ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال، يقول خير الأسماء ما عبد، ما حمد وعبد. نعم نعم نعم. في أسماء، ولكن هذا كلام، هذا كلام في البخاري ومسلم. نعم. ماذا أطلق الحسن والحسين ولم يطلق محمد وأحمد ومحمود واحد من العبادله؟ يعني الله اعلم، لانه ربما هذه، لان الرسول لا يتكلم من ذاته. يعني لا ينطق عن الهوى. نعم. في امور كثيره يعني. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه ايضا من نقبل قضيه الحقوق. معذره. نعم. بعض الناس يسمي الابناء اسماء تثير الرغبة والشهوة وتثير التخيلات إلى آخر هذه الأشياء. أعتقد أن فضلتك تفهمنا على ذات الخطية. ماذا تقول لهم من هذه الأسماء التي ميوعة؟ لا لا، أنا الحمد لله رب العالمين، بدأت الأمة بالذات في مسألة الأسماء منذ عصر الصحوة، من العقود الثلاثة الأخيرة، أن تعود إلى الأسماء مرة أخرى، إلى المسميات الإسلامية. يعني أذكر في الأربعينات والخمسينات والستينات كان بدأ الناس تدخل في مسميات عجيبة، فلا أريد أن أذكر أسماء لكي لا يغضب أصحابها يعني، لكن بفضل الله بدأ الناس الآن. أنا أعرف أسر كثيرة مثلا تسمي ابنتها عائشة، فإذا نوديت بغير عائشة لا ترد. صحيح. يعني يقال شوشو وسنوبة للأسف الشديد. يعني سبحان الله، الحمد لله بدأت الأمة تؤوب إلى الأسماء الصحيحة والسليمة. ما اسم أولادك فضلت الشيخ؟ معذرة. عندي أحمد وبلال وعمار. ما شاء الله. هدى وندى. ما شاء الله. انت سميت حضرتك. نعم نعم نعم. ام الام؟ والله بالاتفاق الحمد لله. وهذه يعني هذا سؤال اعتبره مدخلا لسؤال اخر. نعم. مساله التسميه والخلافات بين الزوجين على التسميه. نعم نعم. هذه من التفاهات، وهذا دليل، هي ليست قضيه في الاسم، القضيه ان هناك غبار ما بين الطرفين. نعم. هذا الغبار يعني يتنامى ويثور حتى يحجب الرؤيه الصحيحه. نعم. فقد يعني عندنا بيوت كثيره قد انهدمت والعياذ بالله، وتاتيني في مشاكل كثيره بمجرد اختلاف على الاسماء. سبحان الله. يعني نسال الله ان يعقل الجميع وان يؤوب الجميع الى الهدوء النفسي وحقيقه الاسلام. يا رب. نعم. نعم. فضيله الامام، حتى الان طرحنا محورين، الاول هو حقوق الطفل قبل الولاده من اختيار. نعم. ورعايه. نعم. الزوجه. نعم. وتوفير. نعم. المسكن والماكل والمشرب. نعم. والمحور الثاني هو حقوق الطفل بعد الولاده. نعم. ووصلنا حتى الان الى اختيار الاسم. تمام. هل هنالك حقوق اخرى للطفل على الوالدين؟ الطفل من حقه ان ترضعه امه، فان لم تستطع الرضاعه فيؤتى بمرضعه ترضعه. والان للاسف الشديد اصبح كثير من اولادنا
لطبيعة خروج المرأة والعمل ويعني مشكلة المشاكل أن لا تستطيع أن تأخذ إجازة، ربما هي مضطرة لهذا العمل، فيبدأ بالرضاعة الصناعية. يبدو أن الرضاعة الصناعية تخرج عواطف صناعية عند الأولاد. جميل هذا المصطلح. لأن الحنان الذي كان عند آبائنا وأمهاتنا لنا والمتبادل ما بيننا صغارا وبين آبائنا وأمهاتنا كان أكثر صدقا من هذه العواطف التي أصبحت قائمة على المصلحة وكأنهم تجار في سوق. طب ماذا تصنع الأم حضرتك وهي مرضعة لابنها ومضطرة للعمل؟ يعني الله كان الله في العون. يعني احنا نقول من لم تضطر للعمل، لأننا أغضب كثيرا عندما يقال في هوية بعض النساء لا تعمل. فأسأل أنا سؤال، يعني تمسك هوية بعض النساء صحيح يكتب في مهنة العمل لا تعمل، أقول ألست زوجة؟ تقول نعم. ألست أما؟ تقول نعم. مربية لأولادك؟ نعم. وأي عمل أعظم من هذا العمل؟ جميل. عمل يعني هذا نداء موجه للسجل المدني ومسجل لنا جميعا للحكومات والمؤسسات أن تعمل بهذا. كيف لا تعمل؟ كيف لا تعمل؟ يا أخي كان أبائنا الأقربون وأجدادنا الأقربون كانوا يعني يسموا البنات تسمية لطيفة، يقول ست أبوها، ست الدار. صحيح. اسم سبحان ست الأهل، يعني هي الست، والست هي التي ملكت على الرجل جهاته الست في اللغة. ست فكأن لا يرى إلا هي. يعني هذه الضرورة لعمل المرأة، أن أنا أقدر أقول أن هذه المرأة يقال لها لا تعمل، غير عاملة. يعني غير عاملة؟ عملها الأساسي ماذا؟ لتنتج لنا. أنا إذا عملت فاخترعت أو أنتجت كمبيوتر أو أنجبت كوب أو قلم أو كاميرا أو أي شيء، فما بالك وهي تنتج الجيل الذي سوف يرفع راية الأمة. أي أرقى عمل. الأم مدرسة إذا أعددتها. سبحان الله. أعددت شابا طيبا. نعم نعم. حقوق يعني حتى الآن لم يعودوا أطفالا، بقى كبروا بعض الشيء، بعض الرضاعة. لا نبدأ في أولا الغرب. رأيت أنا هذا في الغرب كثيرا. نعم. الطفل وهو صغير له من العمر شهرين وثلاثة، الأم تضع على ذراعها هكذا وتأتي بكتاب مصور وتشرح له كما تشرح لطفل عنده 8 أو 9 سنوات، هذا الحيوان كذا وصفته كذا وكذا، وتفاصيل صادقة. نعم. لأن إحنا كعرب عندنا ملل شديد في إجابة أطفالنا عن كل الأسئلة. الأم تقول أنا مشغولة اذهب إلى أبيك، أنا مشغول اذهب إلى أخيك الأكبر، والولد يسكت ولكن لم يأخذ إجابة. وهناك يعني طرفة نخفف وطأة الحلقة فلأن الولد دخل على أمي يقول لها يا أمي الحفرة التي أمام البيت ما اسمها؟ قالت له أنا مشغولة اذهب إلى أبيك. ذهب الأب يقرأ الجريدة. يا أبتي ما اسم الحفرة التي أمام بيتنا؟ قال أنا مشغول اذهب لأخيك الأكبر. المهم ذهب لأخيه الأكبر نفس القضية، ذهب إلى أخته قالت له اسمها بئر لأن فيها ماء. قال الحق فقد سقط فيها أخوي الأصغر. بعد الدفن وإن كانت طرفة لكن حقيقة انشغال الكبار عن الصغار، وهذه مصيبة. هذه مصيبة أخرى. يعني نحن عندنا ملل في مسألة يعني هل يرضى كثير من ما يقال ان الزوجة تعمل ومتعبة والزوج يعمل ومتعب وهنالك شقاق وخلاف بين الزوجين على تربية الاولاد، ماذا تقول لهم دينيا؟ لا الشرع هذه راعية وهذا راعي وكلاهما مسؤول عن رعيته، وهذه اعظم رعاية. يعني لا تقول الزوجة للزوج انت المسؤول، هيا رب لا الاولاد. خيركم لاهل الاهل الزوجة والاولاد، واهل المرأة زوجها واولادها. طب اذا احتدم الخلاف بينهما ما الحكم من وجهة نظركم؟ لا اذا احتدم الخلاف ده احنا سوف ناتي لقضية الاصلاح والدخول والقدوة الحسنة والموعظة الموضوع فقصة كبيرة يعني. الموضوع يعني لكن احنا الان نتكلم عن انصرفنا عن او زهدنا في اجابة الاولاد عن كل الاسئلة. يجب ان يجاب الاولاد عن كل الاسئلة بطبيعة اعمارهم عن كل سؤال، لان عظمة الاسلام ان كل سؤال له اجابة. ما في سؤال في الاسلام ليس له اجابة. في بعض الأمور الأخرى أو بعض المذاهب والنحل الأخرى يقال له اترك عقلك خارج المعبد وادخل. طيب نعم. يعني إذا كان هذا هو شأن الأسرة المسلمة داخل البيت نعم.
يعني ومن قبيل قول الشاعر إذا كنت تبني وغيرك يهدم. نعم نعم نعم. فما بالنا بالخارج؟ طيب. بالمدارس مثلا، بالجامعات، بالشارع. مهم أستاذ محمد، مهمة الأب والأم هو تقوية جهاز المناعة الإيماني عند الولد وعند البنت، وليست مهمة الأب والأم قتل الميكروبات والجراثيم والفيروسات وغير المتمثلة في الانحرافات خارج المجتمع. ليست مهمتي. مهمتي الأولى هي تربية النشأ على صحيح الدين. فإذا ربي النشأ على صحيح الدين يقف عبد الله بن الزبير ابن 7 أعوام أمام عمر بن الخطاب الذي يخشاه كسرى وقيصر. لم يفر من أمامه. لم يفر. ليست الطريق ضيقة حتى وسع لك، ولست جانيا حتى أخف منه. تقف أسماء بنت 12 عاما أمام أبي جهل فرعون الأمة، عندما لم تقدر على الرجال تضرب النساء. سبحان الله. لما تكبر تقف أمام الحجاج وهي قد عبرت 100. صحيح. قد خلفت يا امرأة، قالت أنت الذي خلفت، وأكثر منك خرفا من عينك واليا علينا. هذه أسماء. لماذا؟ لأن تفرغ يعني الزبير بن العوام أبو بكر الصديق، وتفرغ سبحان الله العظيم، تفرغت أمها يعني في, في, في تربيتها في مسألة الرعاية، فأنتجنا هذه العينات. لكن نحن للأسف الشديد أنا مسؤوليتي كل واحد يخلي مسؤوليته. لا. لا، كل واحد يقوم بمسؤوليته وإلا يحاسب يوم القيامة. وليست المسؤولية بالكلام. نعم. ليست التربية بالكلام، الكلام آخر صفحة، وإنما التربية تكون بالقدوة. ولذلك قسمت حياة الأطفال في الإسلام أقسام 3. ولد له 7 سنوات الأول لها طريقة، 7 الثانية لها طريقة، 7 الثالثة لها طريقة. أولا نلخصها، تفضل. لاعبه 7، علمه 7، صادقه 7، ثم اترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي لا يموت. عنده 21 عاما. أنا عندي بلغ أشده وخلاص. 7 سنوات الأولى ملاعبا، نلعبه. وكثير من الدول، كندا والدول المتقدمة، لا يدخل الولد الصف الأول الابتدائي إلا في سن 7. وأين السنوات الماضية؟ يقول يلعب بالفطرة بالعلم الذي وصل إليه، والرسول سبق هذا كله. 7 سنوات يظل فيه لعب، يلعب. وبعدين نحن من بداية الرابعة الأولاد أصبحوا أولادنا أذكياء بفضل هذه عليهم. بفضل هذه التقنية الحديثة والتكنولوجيا الميديا طبعا. فاستغلال هذا في أن الولد يبدأ في أن يأتي له شيخ يحفظه القرآن، والبنت كذلك عند الرابعة، وهو مجرد أن يصح الكلام صحيح خلاص يتعلم القرآن، يبدأ يتعلم القرآن. سبحان الله. لو أن الولد بدأ من الرابعة يحفظ كل يوم آيتين، نعم، آيتين فقط من كتاب الله عز وجل، نعم، عنده في السنة 700 آية. احنا عندنا القرآن 6236 آية. لما تقسم الايتين ايتين كل يوم ايتين بس نكون عندنا مثابره، الولد لا يتخرج من السادسه الابتدائيه او في المرحله العاديه الا يكون حافظ القران. تخيل ولد حافظ القران فحافظه الله، بس ببساطه شديده. لكن كيف الولد عنده واجبات؟ لان نحن نريد اعاده صياغه ترتيب اولويات العقل الاسلامي وترتيب اولويات البيت المسلم. رقم 1، نعم، البيت المسلم، نعم، الاهتمام بالاولاد بهذا المنطق بهذا السلوك الكريم. مهم، نعم، جدا. لا نقول ولا نتكلم في بيوتنا الا باللغه العربيه، ولا نترك ابناءنا للخدم غير المسلمين حتى يتكلموا رطانه اجنبيه وكارثه، لان لغه العرب ليست لغه انما هي لغه الدين. معذره، اذا هذه مجموعه من الاغلاط تراها في تربيه اطفالنا. طبعا. نجملها في نقاط محدده حتى نكون مع المشاهدين في وادي التقارب. اولا مسألة أن ينصرف الأب لعمله، وتنصرف الأم لهموم البيت وهموم الاقتصاد البيت والمنزل وهكذا، وينشأ الولد تربيه الله أعلم ربما معلمة يعني سبحان الله العظيم ليست لها على غير الملة، لا 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 ليست لها على الأقل كفاءة المعلمة التي نأتمنها على سبحان الله يعني تربية الأولاد. يعني قصة شوق التي لما وضع في قصة الرمزية في البلابل، لما أعطاها للبوم يربيها، فخرست البلابل عن الأغاني، فقال له الهدهد المعهود يا نبي الله بلابل الله ما خرست ولكن نبوم الشؤم رباها. يعني فتخيل أن المعلم يعني إذا كان فقد الشيء كيف يعطي. فأولا نحن يجب أن نربي أولادنا على كتاب الله، ثم
إثارة القصص. يعني لماذا لا تجلس الأم مع الأولاد وتحكي قصة؟ لما في ميكي ماوس وكرتون. لا ليست هذه قصص. لا 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 هذا تهريج. هذا الولد يطلع متخلف عقليا لأنه يتخيل أن هذه الأمور هي التي تحكم الحياة. لا الأولاد يجب أن يسمعوا قصص حقيقي. قصص حقيقي. والولد بفضل الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يستوعب. وعندنا التاريخ الإسلامي ثري. ثري بدرجة غير طبيعية. الأدب العربي ثري. يعني أقول لأبنائنا في المراحل المتوسطة من الإعدادية لماذا عندما يصبح أو الصباح قبل أن ينام الولد يكون قد حفظ آيتين وبيتا من الشعر أو حكمة. تخيل على آخر العام يكون عنده 300 بيت. على أن يخرج من الجامعة يكون حافظ المعلم. يثقل لسانه عندما يقرأ. كل ولد في الجامعة اقرأ الجريدة. طلق الأنت سيبوي في 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 قبره. سبحان الله. يعني يرفع وينصب ويجر لأنه يهتك أرض الوطن العربي. والعياذ بالله رب العالمين. سبحان الله. ولو نظر إليه سيبوي لذهب به إلى الأقوات الأمم المتحدة. سبحان الله. فهذا السبع سنوات نلعبه لعب مطلق. ثم نبدأ في تأديبه. لماذا؟ مروهم للصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا كلام رسول الله. هذا المربي الأعظم الذي ربى الأمة. يعني يقال أن يعني أو يقولون البيوت ضيقة والشقق كعلبة الكبريت. قال أهل الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من الفقه. سبحان الله. يعني المكان ليست الضيق ضيق القلوب ضيق الصدور. وما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. أخلاقنا التي تضيق قلوبنا التي تضيق. كم عاش آباؤنا وأجدادنا في غرف ضيقة وكان عندهم الرضا. وإذا سألت الواحد يقول الحمد لله رب العالمين مغمورين في نعمة الله يأكل الخبز والملح. كيف الحال؟ اللهم يزيد هذه النعمة يا رب وأحفظها من الزوال. هذا كان كلام أجدادنا. نعم. بالفطرة. نعم. ثم إذا بلغ الرابعة عشرة والبنت نفس القضية دخل في سن المراهقة. صحيح. لابد من الصداقة. صادقه سبعة. يعني أنا بدأت في تأديبه وتهذيبه. تخيل ولد من سن الرابعة والخامسة في يدي إلى المسجد يسمع الشيخ وحفظ القرآن. الأمة تقص القصة. التلفاز هذا له وقت محدد لبرنامج الأطفال أو للعب الكرة أو لغير ذلك محدد في اليوم لأن هذا يشهد عينه ويسطح ذهنه ويصيبه بالعته. فبالتالي نحدد الوقت الذي يشاهده. ثم بعد ذلك عند سن الرابعة عشرة صار مراهقة. لا هو بالرجل الكبير ولا هو بالطفل الصغير. لا هي بالمرأة البالغة ولا هي بالبنت التي تدلل وتداعب. فنبدأ في قضية المصادقة. تصير هناك إذا حدثت هذه الصداقة ثق تماما أن الأب إذا أمر قال الولد سمعا وطاعة يا أبي وقالت البنت سمعا وطاعة يا أبي. لماذا؟ لأن جسر المحبة موصول. لكن لما يكون جسر المحبة مش موصول يأخذ الولد النصيحة على أنها نقد فيتمرد. عنده كلمة لا أول ما يقول لا سبحان الله. وإن صنع شيئا صلى أمام أبيه إذا غاب أبوه لن يصلي. تصلي امام امها فاذا غلط من نفس القضيه. فعندما ينشئ الولد بهذا المنطق تجد البنت ربما تصل قبل سن البلوغ تقول انا اريد ان اغطي شعري. انا اريد ان لا اخرج الا محجبه. لا نتعب. لماذا؟ لان الاب والام وهذا حق قد نسيناه وهذا حق مهم لا. ان اتي انا كرب الاسره بمال حلال لاطعم منه الاولاد والبنات. فاللحم الذي نبت من سحت النار اولاد. قالوا يا عمر يا ابن عبد العزيز اوصل بناتك. تسع بنات. يعني كيف؟ قال انا لا اخشى عليهن الفقر وقد علمتهن سورة الواقعة. ان كن صالحات فان الله كان للاوابين غفورا وان كن غير ذلك فلا اعطيهن ما يتقوين به على معصية الله عز وجل. ولما دخلنا عليه في يوم العيد يبكين فقال لزوجته فاطمة بنت عبد الله ما البنات باكية ما لهم؟ قالت يا امير المؤمنين البنات في العيد يلبسن الجديد وبنات امير المؤمنين لا يلبسن شيئا من الجديد. فنادى عليهن يا بناتي يعني تصبرن على هذا ويدخل ابوكن الجنه ام تتمتعن كما تمتع الغير ويحاسب ابوكن؟ قالت قلنا لا يا ابتي نصبر ويدخل ابونا الجنه لانه احسن التربيه فيما سبق.
بارك الله فيك. وقد احسنتم استغلال وقت الحلقه في عرض جيد لكيفية عناوين سريعة هذه. ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. ضروري ضروري حقوق الأطفال على أبنائنا لهم حقوق علينا. ولكن هذا وقت المشاهدين والصلاة. مشاهدينا الكرام نرحب باتصالاتكم واستفساراتكم في برنامج هذا ديننا، ولكن بعد هذا الفاصل تابعونا. تتجلى بالجمال حين أدوها حقوقا واستجابوا للنداء، حفظوا عهدا وصانوا صدقا حق الوفاء. حين أدوها حقوقا واستجابوا للنداء، حفظوا عهدا وصانوا صدقا حق الوفاء. حين غضوا الطرف وازدادوا رقيا بالإخاء، أصبحوا في الناس إسلاما تحركه السماء. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. مع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بحضراتكم مرة ثانية. والموضوع كما ترى مهم وحيوي وخطير جدا، أبنائنا ومستقبل الأمة. بارك الله فيك. ومعنا أول اتصال هاتفي في هذه الحلقة. أيوة. معالي وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردني الأستاذ الدكتور أحمد هليل. السلام عليكم معالي الوزير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي محمد. حياك وبياك. الله حياك. حيا سيدي. تفضل معالي الوزير. العفو سيدي. الحقيقة يعني أنا أحب في البداية أن أشكر كل الشكر للأخ محمد على هذا البرنامج القيم، وأيضا على حكمتك وحسن إدارتك وحسن اختيار الأستاذ أيضا العالم والداعية والمفكر الإسلامي الذي يقدم القدوة والمثل والنموذج قبل أن يعظ أو أن يتحدث أو أن يتكلم أستاذنا الكبير الذي نشتاق إليه الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. جزاكم الله خير. السلام عليكم أستاذنا عمر. وعليكم السلام وبركاته. مرحبا مرحبا سيد. مرحبا حياكم الله. وحب أن أقول لك يعني بأن محبيك في المملكة الأردنية الهاشمية في شوق للقياك ورؤياك. الله يرضى. وأنا إلى شوق كثير لك معالي الوزير ولإخواننا وأحبانا في الأردن. نعم سلمكم الله. يا سيدي أنا حاب الحقيقة فقط أن أقدم الشكر كل الشكر، ولأنك حقيقة تستحق أحسن الشكر وأطيب الذكر على هذا العطاء المميز وعلى هذه الروح الطيبة وعلى هذا العلم الحقيقي الرباني الذي ترتفع فيه معنا بنفوسنا وبأرواحنا إلى سامقة من الإيمان والنورانية والروحانية. فجزاك الله كل خير. وجزاكم الله. وشكرا لك أخي محمد كل الشكر. الله يجزيك الخير. بارك الله فيك معالي الوزير. وحسن إدارتك أيضا. بارك الله فيك معالي الوزير. شكر الله لك وسعداء بهذا الاتصال. العفو يا سيدي. الله يبارك فيك. شكر الله لك معالي الوزير. بارك الله فيك. انا ايضا اريد ان اقول ضميمه بسيطه. نعم دكتور احمد هلال واخ وصديق وعالم جليل معروف ولا يعني، واذا خطب يعني بذل خطباء فهو خطيب مسقع، فهو اذا وجدنا في مؤتمر ينوب عنا في الحديث فهو يعني محاور يعني لا قوه الا بالله، وفيه كم من التواضع العجيب. واذا زرته يا محمد في الاردن تشعر انك صاحب المكان وهو الضيف. هذه السمة في الدكتور احمد حقيقة ولا ازكي على الله يعني. بارك الله فيك. هكذا يشعرنا دائما هو. وفضيلة الدكتور بارك الله فيك. شكرا لمعالي الوزير. نعم. وزير الاوقاف والمقدسات الاسلاميه الاردنيه الاستاذ الدكتور احمد هليل. معنا اتصال هاتفي اخر اختنها من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. احب اكلم الشيخ دكتور عمر عبد الكافي. مع حضرتك تفضلي. جزاكم طبعا كل خير اللهم على البرنامج ده. ومعليش كنت حابه اسال سؤال. هل حلق اللحيه حرام؟ واذا كان ده هياثر على الرزق، فبمعنى ان المكان اللي فيه مثلا الزوج لا يسمح بإطالة اللحية، فهل حلق اللحية في الهدي حرام ولا يعني ايه؟ طيب وصلتنا. نعم. وصلتنا رسالتك اختنها. نعم. الاخ درويش من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اني احبكم في الله قبل اي شيء. احبك الله والذي احببتنا فيه. تحياتي الخاصة للدكتور عمر وحضرتك اخ محمد. الله يبارك في حضرتك وجزاكم الله خير على هذا البرنامج الكريم. جزاكم خيرا مثله. بمناسبة ان الموضوع عن الاسماء الاولاد، الحمد لله ربنا انعم علي بثلاثة
اقول ثلاث، بما اني بقى بكلم اساتذه اللغه العربيه اقول ثلاث. ثلاث ماذا؟ تتوقف على ما بعد. مريم وفاطمه وعائشه. ما شاء الله ما شاء الله، ثلاث بارك فيهن. نعم، فالحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك لك فيهم. كنت اود اسال الدكتور عمر في سؤال يتعلق بايه كتاب الله العزيز، تقول بسم الله الرحمن الرحيم ان من اولادكم ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروه. لو تفضلت حضرتك تلقينا الضوء على معنى هذه الايه. وصل السؤال. نعم، طيب بارك الله فيك. مكارم من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك اختي اتفضل. انا بسلم على الدكتور عمر والله، واحنا شاكرين على البرنامج ده، واحنا بنحبه في الله والله. احبكم الله، بارك الله فيكم. بقول لحضرتك ايه؟ نعم. انا النهارده يعني حصل لي ايه مشكله صغيره كده، اتهمت واحده جارتي بموضوع فطلعت بريئه، فانا يعني من الصبح وانا تعبانه وعايز استغفر ربنا، فاعمل نعم ايه؟ نعم. طيب بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك. أختي دينا من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ الحمد لله. أردت أسأل بالنسبة لتحفيظ القرآن، أنا عندي ولدين. نعم. عمر 10 سنين وتسع سنين. الحين بديت أحفظهم القرآن، لكن لاحظت لما ينزلون إلى الجامعة ما في سيطرة كاملة أو يعني تنظيم كامل في تحفيظ القرآن، فحاولت أحفظهم أنا في البيت. فهل يشترط في تحفيظ القرآن التجويد، أم ممكن أحفظهم القرآن بطريقة الترتيل العادية اللي أنا أعرفها يعني؟ طيب بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. نجيب على هذه الأسئلة ونأخذ نعم. مكالمة أخرى. شكرا الله. نعم. معالي وزير الأوقاف كان يثني على البرنامج وعلى الله على استضافة حضرتك بالتلفزيون، وهذا حقيقة يعني جزء كبير منه للشيخ الدكتور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، على إتاحة الفرصة بهذا البرنامج ودعمه المستمر له دائما. بارك الله فيك. نعم. الأخت نعم من مصر كانت تسأل عن مسألة حلق اللحية هو حرام، وإذا أثر إطلاق اللحية على الرزق سلبا فما حكمه؟ يعني تقول هو في مكان يعمل ولا يسمح به بإطالة اللحية، فعليه أن يعمل هكذا عمل المضطر إلى أن يقيد الله سبحانه وتعالى مكانا يسمح فيه بترك اللحية، ويعني يعني أهمس في أذن الكثير من المسؤولين ألا يضيقوا الأمر على الناس ويتركوا الأمر في ساعة، يعني هذه يعني واحد شايل لحيته والتاني تعبان فيسيبوا الناس يعني فسبحان الله يعني أمر أبسط من هذا لا يصيروها قضية ما بين الشعوب وبين المسؤولين، مسألة أبسط من ذلك لو سهلنا الموضوع تركت ولا سيما أنها من الفطرة. نعم، سنن الفطرة. يعني سنن الفطرة يعني كتقديم الأظافر يعني إلى هذه. سبحان الله. نعم. بارك الله فيك. نعم. أنت تهون المساء القادم لتهون على قلوبنا جميعا، يعني مسألة بسيطة يعني يعني إن شاء الله يعني يسير يعني. على من يسره الله عليه. نعم بالله. الأخ درويش من السعودية له ثلاث بنات، وكان يتساءل عن تفسير قوله تبارك وتعالى من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرون. أولا قد يكون الزوجة تكون الزوجة غير الصالحة، والأولاد الذين لم يتربوا على كتاب وسنة عدو، لأن قد تكلف الزوجة زوجها ما لا يطيق. نعم. والولد العاق قد يتسبب في إدخال أباه يعني في شبهات وفي رزق الحرام، فهكذا يكون عدو سبحان الله. نعم. قال رب ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح، فالأهلية بالعمل. سلمان منا آل البيت وابو لهب الحسيب النسيب تبت هذا ابي لهب وتب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صحيح. وهكذا تكون يعني. صحيح. الله اعلم. بارك الله فيك. نعم. الاخت مكرم من مصر اتهمت جارتها وكانت بريئه. نعم، هو اولا يعني نصيحه اولا لها ولنا جميعا الا نسارع الى اتهام البراء والتماس البراء العيب، هذا امر، لكن جزا الله خيرا ان ضميرها يقظ، تذهب تعتذر اليها وتطيب خاطرها وتدعو لها بظهر الغيب، وان شاء الله ارجو من الاخت التي يعني اتهمت ان تكون ذات صدر رحب يعني، وان شاء الله يعني تتقبل لان من جاءه اخوه متنصلا من ذنبه، يعني انا اخطات فيك فجئت معتذرا فلم يقبل عذره لن يشم رائحه الجنه. معقول؟ سبحان الله. لاننا اهنت نفسي امامك لاعتذر، فانت لا تقبل، هذا كبر. نعم.
يعني هذه المهمة. لا 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 يقبل الايادي ولا يقدم كرابين الولاء والطاعه. لا لا هو انا قد اخطات فذهبت اليك لاعتذر، انت لن تقبل. لا قال العلماء لا شبر، لان انا صغرت نفسي امامك واعتذرت، والله عز وجل يحب العزه للمؤمن. صحيح. فلما لنت وصرت ذليلا للمؤمن صار المؤمن علي عزيز، فالمشكله الاسلام عظيم. وصف المؤمن بانهم اذله المؤمنين اعز على الكافرين. نعم نعم. معنا اتصال هاتفي اخت رشا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بفضلك كنت عايز اسال الشيخ عمر بعد اذن حياتك. انا عندي طفله عندها 5 سنين ودايما بتسال ليه احنا ما نقدرش نشوف ربنا، فهل ازاي اقدر اقول لها يعني ازاي اقدر افهمها في السن بتاعها ده ان هي ليه ما تقدرش تشوف ربنا؟ طيب. بارك الله فيكي. اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ ابو يوسف اتفضل. والله احنا بنحبكم في الله استاذ محمد. احبك الله الذي احببتنا فيه. والسلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو يوسف. مرحبا. احنا من تلامذتك وبنحضر لك خطبك ودروسك. اهلا وسهلا. انا بس مش ما عنديش سؤال، بس كل اللي عايز اقوله لحضرتك بالنسبه لدور الام والقدوه والموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه في تربيه الابناء. انا عندي بنت عندها 3 سنين ونص اسمها ساره. اقول لحضرتك يعني انها ما بتنامش بالليل غير على شرايطك. ما شاء الله. شرايط المدار الاخره وشرايط ما شاء الله صحيح البخاري، فلان من امها بتقعد في البيت تسمع على طول. فوصلت دلوقتي ان البنت تجيلي وانا راجع من الشغل بتقول لي بابا انا عايزه شيخ عمر. بارك الله فيك اخ ابو يوسف. جزاك الله خير. بارك الله فيك وانبت الله تبارك وتعالى نباتا حسنا. امين يا رب. اتصال هاتفي اخر. الو السلام عليكم. اخ وليد من مصر مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخفض صوت التلفاز استاذ وليد بعض الشيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله حضرتك ممكن اكلم دكتور عمر بعد اذنك. مع حضرتك دكتور عمر. تفضل. دكتور عمر السلام عليكم. بحبك في الله جدا والله. بارك الله فيك وليد ابن شكر الله لك. جزاك الله خير. ربنا يبارك في حضرتك يا رب وجزاك الله كل خير عنا يا رب. الله يرضى عنك من الدنيا والاخره. ربنا يبارك فيك. هو طبعا معلش مع احترامي للاستاذ محمد انا بحبه في الله جدا طبعا برضه يعني. الحمد لله. احبك الله والذي احببتني فيه. ربنا يبارك فيك. هو بس في سؤال ليه حضرتك يا دكتور عمر بعد اذنك. اتفضل. هو بخصوص حضرتك الزوجة يعني عمل الزوجه. نعم. يعني هل انا كنت عندي مبدا كده ان انا ما اتجوزتش زوجه عامله. فهو حضرتك يعني طبعا ضيق الحياه زي ما انت عارف. فتنصحني في حضرتك يعني. بارك الله فيك. شكرا الله لك. اخ وليد من مصر. اتصال هاتفي اخر من الاردن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك اخوك المحامي فرحان العموش من الاردن. اهلا وسهلا. مرحبا هذا الجليل المحامي. ارك تحيه وسلام مفعم من كل الاردنيين للشيخ الاستاذ الفاضل عمر عبد الكافي. جزاكم الله خير. حبيبنا حبيبنا والبسمه اللي ما لا تفارق هذا الوجه الطيب. والله وانت اسمك فرحان فلك لك من اسمك نصيب ما شاء الله. واضيف اذا سمح الوقت شويه المذيعنا الحبيب كمان. الله يبارك فيك. واماره الشارقه الغاليه على قلوبنا. الله يعزك شيخا ومجتمعا اماره حقيقه يعتز فيها كل عربي وكل مسلم وكل الامارات الحبيبه. بس انا احس كاردني انها الشارقه لها طعم خاص طعم عذب. والله لا اجامل بهذا القول انما الحق يقال. بارك الله فيك سيدي الشيخ. الاسئله كثيره ومسائل الامه كثيره. الله يعطيك العمر والوقت الكافي اللي تخدمه الامه من خلال هذه الشاشه المأجورة ان شاء الله. يا رب. بارك الله. بالنسبه للعقيقه للاطفال الميتين يا سيدي. نعم. انا توفي لي والحمد لله على ابتلاء توفي لي 4 اطفال 3 ذكور والرابعه سلام في العمر عمرها 10 سنوات في ميزان حسناتك ان شاء الله. ما عملنا عقيقه. نعم. حتى لما اقول عقه الفعل من عقيقه لا ادري اذا الدكتور كمان يجاوبنا عليه يعني نقدر نعقلهم بعد وفاتهم او صدقه او نعم.
طيب بارك الله فيك أخ فرحان. سنجيب إن شاء الله تبارك وتعالى على مجموعة هذه الأسئلة ثم نتلقى مجموعة أخرى إذا سنحت الفرصة لذلك. أخت دينا من الشارقة، برغم من أن يعني كثير من الأسئلة أراها خارج البرنامج، ولكن هذا السؤال في طيات البرنامج تحفيظ القرآن الكريم في المسجد. هناك ملاحظات كثيرة على المحافظين داخل المسجد، وتقول بعدم النظام داخل المسجد وهي تضطر لتحفيظهم القرآن، فهل اشترط لذلك التجويد والترتيل؟ وإذا حفظ الولد صغيرا بالتجويد نبت أو يعني نشأ على يعني لسانه يعني مقوم بقواعد التجويد والتلاوة الصحيحة. الله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا، هذا الترتيل بقواعده. والقرآن توقيفي، أخذناه فما من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أنا أهيب أولا بالمحفظات وبالمحفظين أن يتقوا الله رب العالمين في أبنائنا، وأن يرى أن هذه مسؤولية وسوف يحاسبه رب العباد عليها يوم القيامة. يعني تخيل إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. الله أقامه في تحفيظ الأولاد القرآن، ده شيء عظيم، فيجب أن يشكر نعمة الله بإحسان تحفيظ الأولاد بنظام، لأن القرآن يدعو إلى يعني حسن الخلق والنظام. لا، وهي إن لم تكن لها دراية بقواعد الترتيل والتجويد لا، لابد من وجود محفظ أو في هناك أشرطة للتعليمية للمصحف المعلم. لا، يعني تستبدل هذا يعني، وإنما والأمر كله عند المحافظين في المساجد، يجب أن يراعوا رب العباد عز وجل. لها تكون دعوة وصرخة آباء وأمهات كثيرة لتحفيظ أولادهن لا، وأن يهشوا في وجوه الأبناء والبنات لكي يحببوهم في القرآن وفي قارئ القرآن وفي معلم القرآن. يعني أنا حقيقة ابنتي ذابت للمسجد وأرجعها من المسجد، يعني أنا أود أن يلينا. قالوا أنها صغيرة وهي تحفظ ما شاء الله، تقترب من إتمام جزء عام ما شاء الله. فذهبت قالوا هذه قواعد، يعني كيف هذا طفلة تحفظ القرآن الكريم؟ تخترق القواعد، سبحان الله. يعني صحيح، طفل يذهب الى المسجد كيف يرجع؟ كيف يعني؟ هذا تقصير من القائمين على الامر في المسجد. يعني على تكون دعوه للمسؤولين عن تحفيظ القران الكريم داخل المساجد، وما لا بذلك الا وجه الله سبحانه وتعالى. نعم، ليس تصفيات حسابات يعني. لا 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 حتى اظن لا 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 اطلاقا. يعني انا بعطيك هذه تجربه شخصيه لي انا. ابنتي رجعها بالفعل عن بقيه اولاد امي بالقطع. جزاكم الله خير. مسألة سؤال الأطفال أسئلة محرجة أو أسئلة خارج ثقافات الأهل، يعني لماذا لا نرى الله تبارك وتعالى كما تقول الأخت؟ يعني بمثال بسيط نستطيع أن نقول أن يا ابنتي أو يا أبني أن نحن كلنا نشاهد محمد خالد في نشرة الأخبار، ونشاهد بجواره الشيخ عمر، كلنا ونحن جالسون، لكنهم هم لا يروننا، هكذا ولله المثل الاعلى. يعني مثل بسيط وميسر وتمشي الحال يعني ان شاء الله لما يظهر لنا كلام ثاني معاه ان شاء الله. يعني بارك الله فيك، الله يكرمك. شكرا لك. اخ ابو يوسف كان ينتدح حضرتك، الله خير انتدح قليلا، يعني بنته لا تنام الا على شرائدك والا على كلامك، ربنا يبارك فيها ان شاء الله. اخ وليد من مصر كان مثير مساله عمل الزوجه، لا تعمل المراه الا لضروره. ضرورة، وهذه الضرورة الضرورة يعني. لا، الضرورة قياسية. قال ربنا وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، الإبليس يعني. نعم. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، مش فتشقيا ولا تشقونا، فتشقى أنت، فتشقى لآدم فقط، أنت الذي تشقى. هذه القوامة، يعني خروج حواء من الجنة في شقاء آدم. هذه القوامة، القوامة ليست فرد عضلات. ولذلك بعض الآباء يتركوا البيوت ويذهب إلى مكان آخر ويترك الأولاد دون إنفاق. أنا أرى أن إنسان هذا غير كامل الأهلية. وإذا كانت زوجته تعمل وتأخذ كل مرتبها، لا، ولا لا يسمح له أن يأخذ كل مرتبها. وإذا كانت الزوجة تعمل ولا تعطيه شيئا من مرتبها، لا، يعني تعطي سوف نأتي لحقوق الزوج إن شاء الله بإذن الله سوف نوضح هذا الأمر. لكن عمل الزوجة عمل المرأة لضرورة. أول ما رأى سيدنا موسى البنتين حدث له ذعر، قال ما خطبكما؟ الخطب والمصيبة. ما خطبكما؟ أمر غير طبيعي، مصيبة أن المرأة تخرج. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي نحن لا نخالط الرجال، وأبونا شيخ كبير، والعائل غير يعني تعبان أو غير موجود أو غير موجود حكما كما يقولون. يعني إذا الأب إذا لا عائلة لهم بعد الله إلا المجهود الذي يقوم التي تقوم به كلاهما. لا، هذا الأمر الأول. ثم
انها لا تخالط بايه الرجال. فاذا خرجت مرة تخرج بشروط شرعيه, وسوف ناتي لهذا الحديث في مسؤوله حقوق الزوج والزوجه. اذا الاخ وليد وامثلك كثير وانا منهم ايضا ننتظر هذه الحلقه في شات الله تبارك وتعالى. اخونا فرحان من الاردن وقد ادمى قلبي حقيقه بمقال باسلوب معز بن جميل. اولا يعني اولا ليفرح اخونا فرحان بما ينتظره في الجنه ان شاء الله رب العالمين. بناته هؤلاء واولاد الذين تركوه لن يدخلوا الجنه, سوف يقفوا على باب الجنه والله عز وجل يقول ما لي اسمع, ما الذي اسمع, هؤلاء بنات او اولاد ماتوا صغارا رفضوا دخول الجنه الا بصحبه ابائهم وابنائهم. فالله عز وجل يقول من صبر من ابائهم وامهاتهم الحقوهم. سبحان الله, اخذتم اقبضتم فلذة كبد عبدي, يقول نعم يا ربنا فماذا صنع عبدي, قال حمدك واسترجع, قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. هذا كرم كبير. ابشر يا اخي فرحان. نعم ابشر. نعم تكون الصحبه في الجنه ان شاء الله رب العالمين, ربنا يجمعهم بهم في الجنه يا رب ان شاء الله يا رب. نحن المسلمين. اتصال هاتفي من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك, تفضل. اسمع والله انا كنت اولا بحييكم ومش عايز اطول عليكم في التحيه, لكن انتوا طبعا عارفين وربنا يعلم قد ايه انا بحبكم يعني. بارك الله. السؤال بتاعي حضرتك, انا جاي لهجره لبلد زي امريكا او كندا يعني ان شاء الله. نعم. اولادي اثنين كبار رايحين الجامعه, فواحد فيهم بيقول ان دي بلاد كفر وما يصحش نروحها, وواحد تاني متشبث بيقول دي فرصه ونروح الجامعه هناك ونتعلم هناك. فراي فضيلتكم ايه يعني؟ طيب بارك الله فيك. هذا اخر اتصال هاتفي, اخت ام سعيد من المانيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا مش عايزه اطول برضه عشان وقت البرنامج. هو سؤال, احنا عايشين في الغرب. اولا جزاكم الله خيرا عنا على البرنامج الطيب. احنا عايشين في المانيا والمشكله بتاعتنا الخوف من المجتمع الغربي, يعني كيف نحافظ على ابنائنا مثلا, هل يكفي جهد الاباء والامهات في البيت ولا. بارك الله فيكي, رسالتك وصلت الينا على اي حال. سؤال السعوديه الهجره لامريكا والاولاد يقولون ان تذهب لبلد الكفر, القول الفصل في هذه المساله. يعني اريد ان اقول لا نريد ان نعمم فتاوى لكل الناس. نعم. فانا ارى في اي مكان في العالم يعني كم الاحتفاظ بعقيدتي وديني, هل استطيع ان انشئ اولادي داخل اطار الكتاب والسنه حتى وان كنت في بلاد غير بلاد مسلمه, او ان هناك خطر يحيق بهم ويقين في هذا الخطر فلا اذهب وابقى في بلد المسلم. اما اذا رايت ان هذا يعني علم اكبر وانا اولادي قد ربيتهم على حصانه وانا معهم وامهم كذلك والاسره كلها, والله يعني كل اسره لها خصوصيتها. نعم. يعني هذا امر. نفس القضية في أختنا من ألمانيا مسعيد, نفس القضية أن البقاء داخل المجتمع الغربي يجب أن أراعي أن يحتاج إلى مجهود أكبر ورعاية أكبر ويعني عيون مفتحة وأذهان يعني مستنيرة حتى نحفظ أبنائنا في الغربة. القدوة والسلوك كما قلنا فضلتكم في حلقة سابقة. لابد. بارك الله فيك وعلى حل. الموضوع طويل. نعم. طويل. نعم. وفيه كلام. نعم. اخر. نعم. سوف نكمله في الحلقه القادمه ان شاء الله. رب العالمين. شكرا لك فضيله الاستاذ دكتور عبد الكافي, ونبارك ان شاء الله. شكرا الله لك. مشاهدينا الكرام, مشاهدي شاشه الشرقه الفضائيه, بالحب عشنا اللقاء وبالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان, وفي الاسبوع القادم بمشيئه الله تبارك وتعالى حلقه جديده وهذا ديننا نكمل فيها موضوع حقوق الاولاد على الاباء او فلذات اكبتنا. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلق مواتك ذا ديني عظيم النفس محمود الصفات.